إذن نبقى سياسيا، وبمناسبة يوم الديمقراطية العالمي، احتل العراق المركز 18 بعد 100 عالميا في مؤشر الديمقراطية العالمي للعام 2019 من أصل 167 دولة. ويستند المؤشر الديمقراطي الذي تعده سنويا مجلة بريطانية إلى محاور عديدة، منها العملية الانتخابية والتعددية بالإضافة إلى الثقافة السياسية والحريات المدنية علاوة على المشاركة السياسية. إلى ذلك وصلت تونس تصدرها قائمة الدول العربية بعد حلولها في المرتبة 53، تلتها المملكة المغربية ثم لبنان.